هاي نجيب، هاي جيسيكا. بأي أخبار رياضية رح نختتم العام؟ رح نختتم العام بأخبار رياضية عالمية مميزة، ولكن بأخبار محلية منا كتير حلوة. تفضل. للأسف. إذن البداية رح بتكون بأخبارنا الدولية، وتحضيرا لمباراته المقبلة بستة كانون الثاني. خاض ريال مدريد تمارينه الأخيرة بعام 2012 بأبواب مفتوحة كخطوة لمصالحة جماهيره بعد سوء النتائج بالفترة الأخيرة. تمكنت الجماهير من حضور تدريبات نادي ريال مدريد يلي قاد المدرب خوسيه مورينيو بعد حوالي سنة من غيابه، وبتعود آخر مرة سمح فيها بحضور الجمهور لأحد تدريبات الفريق إلى السادس من كانون الثاني من العام الجاري. اللافت كان الدعم غير المحدود يلي قدمه الألاف من المشجعين إلى الحارس إيكر كاسياس يلي جلس على مقاعد البدلاء بآخر مباراة للفريق بالليغا مع ملقا، وانتهت بفوز الأخير 3-2. وهتفت الجماهير اللي وصل عددها ل 7000 شخص لكاسياس بمجرد نزوله إلى أرض الملعب، فيما هتفت مجموعة محدودة ومنعزلة باسم المدرب خوسيه مورينيو، علما أنه معظم جماهير النادي الملكي باتت عم بتطالب برحيله. كما حضر التمارين الرئيس فلورنتينو بيريز بهدف استعادة صورة الوحدة الداخلية المفقودة بالفريق، إشارة أن الريال عم بمر بأسوأ فتراته من وقت وصول مورينيو عام 2010، حيث بيبتعد ب 16 نقطة عن غريمه برشلونة المتصدر، واحتل المركز الثاني بمجموعته بدوري الأبطال، الأمر اللي وضعه بمواجهة صعبة مع مانشستر يونايتد بالدور الثمن النهائي. منتابع أخبارنا المصورة، وهالمرة رح نكون مع المرحلة 11 من الدوري اللبناني للفوتبول يلي شهدت بالويك أند مباراة قوية جدا، ديربي بيروت بين الأنصار والنجمة، فيما واجه صفا منافسه طرابلس الرياضي. ما نجح أي من قطبي الكرة اللبنانية الأنصار وضيفه النجمة بحسم قمة المرحلة 11 من الدوري يلي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية خلف أبواب موصدة بوجه الجمهور، وكانت المباراة جيدة من الطرفين رغم سوء أرضية الملعب، والأفضلية بالبداية كانت للأنصار اللي سيطر على أجواء الشوط الأول، فيما سيطر النجمة بشكل مطلق على مجريات الشوط الثاني، خاصة بعد طرد البرازيلي راموس من الأنصار بالإنذار الثاني، لكنه فشل بالتسجيل رغم الفرص العديدة. التعادل هو الرقم 21 ب 56 مباراة بين الفريقين، واستمر تفوق الأنصار ب 20 انتصار مقابل 15 للنجمة. المستفيد من تعادل الفريقين كان فريق الصفا حامل اللقب يلي خطف الصدارة من جديد بفوزه على ضيفه طرابلس الرياضي 2-0 على ملعب بيروت البلدي بافتتاح المرحلة. وافتتح الصفا التسجيل من ركلة جزاء مثيرة للجدل نفذها نور منصور بنجاح بالدقيقة 71، وضاعف السوري أحمد العمير النتيجة برأسية بالدقيقة 75. من كرة القدم اللبنانية إلى أخبار كرة السلة الأمريكية، ومع النادي المملوك من آل المعلوف فريق ساكرامنتو كينجز يلي قدر أنه يتغلب على أرضه بمباراة كبيرة على فريق بوسطن سيلتكس ونجومه الكبار. فريق بوسطن بلش المباراة بقوة بواسط جايسون تيري وكيفن جارنيت، لأنه فريق ساكرامنتو ويلي كان عم بيلعب على أرضه قدر أنه يلعب بطريقة أفضل من بداية الشوط الثاني، وهو تقدم على الهاف تايم بنتيجة 54-49. بالشوط الثاني سجل 30 نقطة، هالشي سمح له أنه يتقدم. أبرز اللاعبين بالفريق كانوا جايسون تومسون، جون سالمونز يلي قدروا يسجلوا 30 و23 نقطة. أما فريق جايسون تيري فكان الأفضل في تيري إضافة إلى كيفن جارنيت. بأبرز بقية المباريات، ديترويت بيتغلب خارج أرضه على ميلوكي، دالاس بيسقط أمام سان أنطونيو، والكليبرز بيتغلب على يوتا. منتابع أخبارنا، وهلا رح نكون مع الأخبار المحلية بداية مع كأس رأس السنة بالتيرو يلي كانت عم بتصير على أرض نادي الصخور بدبي بمشاركة 53 رامي من مختلف الأندية الاتحادية بالفئتين A و B، وشي بمنافسات التراب. بالفئة A مارون بريدي من الصفر احتل المركز الأول أمام إلي بجاني من الصخور وجو سالم من نادي توني وازن. أما بالفئة B فوائل رحباني من الصخور بالمركز الأول، الصخور بيحتل المركزين الثاني والثالث مع كمال غصوب وجان نفاع. بطبع هذه المنافسات كانت عم تجمع أبرز وخيرة رامي لبنان في هذه السنة وفي السنوات الماضية. أما بالختام فرح نكون مع خبر له علاقة بكرة السلة اللبنانية، وتحديدا نادي الحكمة. من وقت قليل أقرت اللجنة الإدارية لنادي الحكمة الاتفاق مع القوات اللبنانية، وبالتالي عملية التمويل بحوالي $1.5 مليون لسنوات الثلاث المقبلة. الجدل هو حول بعض الشعارات التي يعتبرها أسس وديع العبسي اللي هو أيضا من أبرز ممولي ورعي نادي الحكمة، بعض الشعارات اللي لها علاقة
بالسياسة، وبالتالي القرار رح بيتاخذه بعد الظهر. هل رح بيستمر أستاذ وديع العبسي بدعم نادي الحكمة نعم أم لا، من بعد قرار اللجنة الإدارية؟ ويبدو أن الأمور ليست جيدة بالساعات الأخيرة، وبالتالي يبدو أننا أمام مأزق كبير في نادي الحكمة. التطورات كلها منتبعة بنشرتنا الإخبارية الليلة المساء. هذا كان كل شيء، عودة لكم. شكرا نجيب.